هذه تحية صباحية لكل مشاهدين عبر التربوية السورية. مشاهدين الأعزاء، تفقد الواقع الصحي في المدارس وسير العمل في دوائر الصحة المدرسية ضرورة يؤكد عليها السيد وزير التربية الأستاذ الدكتور محمد عامر المارديني، وفق زيارات مفاجئة للإطمئنان على مدى الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي المعتمد من قبل الوزارة بغية الحفاظ على الصحة العامة للتلاميذ والطلاب والأطر الإدارية والتدريسية، فضلا عن الاطلاع على واقع الإشراف الصحي في المدارس. من جديد أهلا بكم أعزائنا في حلقة جديدة من برنامجكم التربوي النقابي لنتشارك معا، ويسعدنا أن يكون ضيفنا بل أن تكون ضيفتنا على مدار ساعة من الزمن هنا في الاستوديو الدكتورة هتون الطواشي مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية. يسعد صباحك، أهلا ومرحبا بحضرتك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية. كما سيكون معنا عبر سكايب مدير تربية حلب الأستاذ مصطفى عبد الغني، على الهاتف مدير تربية درعا الأستاذ منهل العمارين. يعني نحيي ضيفينا العزيزين. هل عند جهوزية تواجد كل من ضيفينا، من جديد نرحب بهما بطبيعة الحال، ومن جديد أدعوكم بكل محبة لتكونوا معنا عبر هذا البرنامج لأي استفسار لأي ملاحظة حول الواقع الصحي في المدارس وسير العملية التربوية التعليمية أكيد في محافظتي حلب ودرعا وأي محافظة، أكيد سنكون نحن صلة الوصل لنصلها أو ليتم إيصالها عند المسؤولين والمعنيين على العملية التربوية في أي محافظة كانت. هذه أجمل تحية، وأكيد بإمكانكم الانضمام لنا عبر الأرقام التي ستظهر تباعا على شاشة التربوية السورية. من جديد نحييك ضيفتنا العزيزة والكريمة، أهلا ومرحبا بك مجددا. أهلا وسهلا فيكم. نركز الآن على برنامج التثقيف الصحي تحت شعار مدرستي تهتم بصحتي. لماذا اخترتم هذا العنوان؟ المدرسة يعني هي المكان اللي بيقضي فيه الطفل أو الطالب فترة يعني طويلة من النهار، يعني تقريبا تقارب الفترة التي يقضيها في المنزل. فنسعى كمديرية صحة مدرسية أنه نحن نعزز الثقافة الصحية لهذا الطالب من خلال وجوده بالمدرسة، إضافة لأنه نحن نحافظ على صحته وسلامته خلال تواجده فيها. فمن هون أطلقنا الشعار صحتي مدرستي تهتم بصحتي. ونحن في هذا العام الدراسي من خلال الخطة الصحية اللي أطلقناها أكدنا بشكل كبير على التثقيف الصحي، ويعني حيكون من أهم البرامج اللي حنبدأ في يعني دعمها والعمل على توسيعها وتطويرها خلال هذا العام. تمام، يعني في أسس رح تعتمدوها لتنفيذ هالشعار. صحيح. خلينا نحكي هيك أكثر عن بنود هذا العنوان. صحيح. بدأنا بحملات، يعني هذا من الحملات، هذا من قبل مديرية الصحة المدرسية لتعزيز الثقافة الصحية. حاليا نحن عم نعمل حملتين، حملة توعية حول موضوع غسيل اليدين بكافة المحافظات، إضافة لأنه عم نرجع نأكد على موضوع النظافة، الصحة الإنجابية والنظافة خلال فترة الحيض بثلاث محافظات خلال هالفصل الأول اللي هن بدير الزور واللاذقية وطرطوس. مواضيع التثقيف الصحي طبعا مستمرة، يعني حيكون في تباعا عدد من الحملات خلال العام الدراسي، طبعا العلاقة ببرامجنا كصحة مدرسية اللي عم نطبقها في المحافظات. على سبيل المثال في الشهر القادم سنبدأ حملة التلقيح المدرسي، فحيكون في عنا حملة توعية وتثقيف حول أهمية اللقاح بشكل عام واللقاح المدرسي بشكل خاص. فينا نقول دكتورة هتون أنه بديتوا بالمدارس بتنفيذ هي الحملات طبعاً. على أرض الواقع طبعاً. طيب. بالنسبة خلينا نشوف بنسبة معينة. لا بالنسبة لحملة غسيل اليدين طبعاً بدأناها بكافة المحافظات من 15. خلينا معناها نشوف الأول. الأستاذ منهل العماري مدير تربية درعا كيف يعني تطبيق هالحملة بمدارس درعا وشؤون أخرى يعني تربوية. صحيح. سنتحاور معه يعني حوله. أستاذ منهل يسعد صباحك، أهلا ومرحبا بحضرتك. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا.
يعطيك ألف عافية. حملة نظافة اليدين أو غسل اليدين كيف تم تطبيقها بمدارس درعا؟ طبعا تنفيذ حملة غسل اليدين بمدارس درعا تم تنفيذها بشكل جيد بإشراف إدارة الصحة المدرسية، المثقفات الصحيات ومن كان مكلف بالإشراف الصحي بالتعاون مع مدراء المدارس والإداريين في المدارس. كان في برنامج توعية وجولات على المدارس بشكل مستمر، أيضا هناك جولات من قبل رؤساء الدوائر المعنية حسب المدارس وحسب الاختصاص، وأيضا من قبل السادة المعاونين مدير التربية، وجولات شخصية من مدير التربية على المدارس. فتطبيقها كان بشكل جيد توعوي والحفاظ على النظافة بكافة المدارس وتطبيق البروتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة التربية. تمام، لكن هذا يعني الواقع اللي عم تتحدث عنه بحاجة لبنية لوجستية، هل متوفرة البنية اللوجستية لتطبيق هذه الحملة، حملة غسل اليدين من صابون، من صنابير يعني تكون جاهزة للاستخدام، مغاسل، دورات المياه وإلى آخره؟ طبعا بالنسبة لمدارس محافظة درعا تأمين مياه الشرب، المدارس التي تغذى من الشبكة الرئيسية متوفرة عبر الشبكة، يتم تزويدها من عبر الشبكة، والمدارس التي ضمن عمل الوحدات الإدارية بالتعاون مع الوحدات الإدارية وتوجيه السيد المحافظ لرؤساء الوحدات الإدارية يتم تأمين المياه للمدارس. طبعا هناك تدقيق بالنسبة لنظافة الحمامات وأيضا تعقيم خزانات المياه، وطبعا أي مدرسة بالنسبة لصنابير المياه متوفرة موجودة وبيتم تزويدها عبر المستودعات من مديرية التربية بدرعا. يعني حضرتك عم تتحدث أيضا من خلال واقع حضرتك عم تطلع عليه من خلال جولات، يعني ليس من باب عفوا الكلام أنه يتم العمل وإلى آخره. يعني هناك جولات ميدانية لمشرفي التعليم الإلزامي والموجهين التربويين والاختصاصيين والتدقيق على النظافة والالتزام بالبروتوكول الصحي ضمن مدارس محافظة درعا. تمام، نأمل هذا الأمر. يعني اليوم نحن عم نتحدث عن نظافة عامة اللي هي يجب أن تكون ثقافة عامة، ويمكن تقاس المجتمعات وتطور المجتمعات بقدر ما هن ملتزمين بالبروتوكولات الصحية ومن النظافة الشخصية. نرجع لعند حضرتك دكتورة هتون، ب 21 تشرين الأول من 2019 يعني بهالأيام خلينا نقول حملت وزارة التربية حول النظافة الشخصية ونظافة المدرسة. يعني هذا الأمر بعتقد أنا راح أورجيك إياها، شوفي كيف حول النظافة الشخصية ونظافة المدرسة. يعني هون حاطين البوستر دكتورة هتون، وهذا بعتقد أنه صادر عنكم. صحيح. صحيح. هو بأنه عم يساعدوا الأولاد بنظافة المدرسة. طيب خلينا نحكي عن هذا الموضوع بالذات، يعني شوفي معناها الحملات هي عم تكون يعني على مدار أعوام، نحن ما عم نحكي عن شيء هلأ عم نشتغله. أكيد. خبرينا عن هذا. هلأ أنا رح أخبرك ليش نحن يعني قررنا كمديرية صحة مدرسية أنه نعمل حملة لغسيل اليدين، على الرغم من يمكن حضرتك أشرتي لوجود صعوبات بأنه نحن في مدارس ما فيها مياه وفي مدارس الصابون ما عم نقدر نوفره لكل المدارس. تمام. هذا واقع، يعني ما بدنا نحن نتجاهله، بس غسيل اليدين هو ثقافة، يعني هو ثقافة نحن من واجبنا كوزارة التربية أنه نعزز هاي الثقافة عند أطفالنا. يعني مثل ما مثل التعليم، مثل الرياضيات، مثل القراءة، الثقافة الصحية هي شيء أساسي كثقافة. تمام. بترفع ثقافة المجتمع. يعني نحن لا نفرض ما في بالمدرسة مي، بس بالبيت في مي. أو أحيانا يعني أنا من خلال جولاتي ممكن أنه يكون في صعوبة بالمدرسة، في بعض صنابير المياه فيها مي اللي هي جاية من الخزانات اللي من مياه الشبكة أحيانا بتنقطع خلال فترة الدوام، فالطالب لازم هو يعني يدور على المي لحتى يقدر يغسل إيديه. أما إذا بده يطلع هو يعني ما عنده هاي الثقافة،
هون احنا بلشنا نحكي بانتشار امراض، يعني مشاكل اخرى. هاي فكره بالنسبه تمام. لانه احنا اجانا بعض انه كيف نحن عم ندعي لغسيل اليدين وما في مياه، يعني ممكن يمكن انا من الصور ما انتشرت بجوز، بس انا شفت في بعض المدارس كانوا عم يعبوا يعني بيدون او سطل او هي ويعلموا الطالب كيف عم يغسل ايديه. هذا الشيء انا بعتز بهي التصرفات عن جد، لانه نحن لازم نعزز هاي وين الصحة. كانت باي محافظه؟ في بعض المحافظات تربية. اللي ما فيها مياه مثل الرقة منهم؟ لا 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 كانت بالرقة، يمكن حسكة مثلا، بالحسكة يمكن بالحسكة وبالرقة هي يمكن بعد محافظة القنيطرة كمان في بعض المدارس البعيدة. حما لا حما ما كان في فيه، بس في كان بهذا الشيء انا بعتز فيهم وبتشكرهم، لانه هن بالفعل من ضمن هالامكانيات المتاحة عم يعززوا هي الثقافة. ويمكن نحن يعني خلينا نطلع على الجانب الايجابي، وانا من خلال جولاتي الميدانية على المدارس يعني كثير بحيي بعض المدراء اللي هن عم يبذلوا جهود للمحافظه. يعني على سبيل المثال احدى المديرات بتقول لي انا دائما الحارس وقت اللي بتجي المي بدق له انه هلا اجت المي عبي الخزانات مشان الصبح يكون في مي للطلاب. في اهتمام، يعني حتى لما رحنا نحن على البيت ضل هذا الشيء مهم بالنسبه لنا. فنحن خلينا نكون ايجابيين، وبالفعل في ناس عم تشتغل وعم تتعب والله يعطيهم العافيه، وبالمقابل في حدا يعني نحن هذا اللي عم نحاول انه نحن هلا نحاول انه نشجعه على هاي الممارسات الصحيه السليمه. يعني اكيد خلينا نروح على حلب الشهباء مع مدير تربيه حلب الاستاذ مصطفى عبد الغني. يسعد اوقاتك استاذ مصطفى. اهلا وسهلا ومرحبا. يعطيك الف عافيه، وحضرتك ضيف عزيز وكريم عبر سكايب، تفضل. شكرا لك، يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتوره. اهلا وسهلا، صباح الخير لاعزائنا واهلنا المشاهدين جميعا. استاذ مصطفى، هل من يعني تحديات، هل من معوقات امامكم لتطبيق البروتوكول الصحي؟ يعني مدرستي تهتم بنظافتي عبر سلسله من الحملات، يعني بدأت مع بداية العام الدراسي، هل من معوقات أمام تطبيق هذه الحملات؟ هلا طبعا لابد بالبداية كما ذكرت الدكتورة من تعزيز ثقافة النظافة الشخصية، فكانت هذه الحملات إذا لم يتعاون معنا أبناءنا الطلبة الكوادر التدريسية والإدارية والأهل أيضا تماما، هناك ثقافة كاملة لضرورة الحفاظ على صحة أبنائنا التلاميذ، يجب أن يكون المشاركة أيضا لهم معنا كمديرية متمثلة بدائرة الصحة المدرسية ودائرة البحوث. لدينا حملات متتالية بشكل مستمر، سواء عن بالإرشاد النفسي والمعنوي أو سواء بالإرشاد الطبي. المستوصفات منتشرة على مساحة محافظة حلب، ندوات متتالية، فعاليات مستمرة، ليكون هناك وعي كامل لدى أبنائنا الطلبة ومعلميهم وأهلنا الكرام بضرورة المحافظة على الصحة والنظافة الشخصية بشكل مستمر. تمام. طبعاً يعني كما ذكرت الدكتورة هتون، أكيد هناك نقص بالإمكانيات تحول في بعض الأحيان من تأمين كافة المستلزمات النظافة الشخصية لأبنائنا الطلبة. مستلزمات النظافة العامة متوفرة، يتم توديعها على المدارس بشكل كامل، ويتم بشكل يومي غسل الحمامات، تأمين الصنابير الصحية، تعقيم الخزانات، هذا تم على مستوى المحافظة. ولكن وسائل النظافة الشخصية هناك بالتنسيق مع بعض المنظمات يتم تأمينها، ولكن ليس لكل تماما. هذا الأمر أكيد يعني من الضروري أنه نتحدث عنه، يعني ما نستخف فيه أبدا، أنه شو نحن نعلم الأولاد، ما نحن عم نعلمهم، ما نحن ربينا هيك وعم نربي أولادنا، وأولادنا رح يربوا أولادهم. ما هي النظافة الشخصية يعني هي أهم نمط حياته من الأنماط دكتورة المهمة في حياة الإنسان. هذا الأمر، هي الحملة بلشت حملة غسل اليدين، طيب ماذا عن الحملات الأخرى أيضا أستاذ مصطفى؟ يعني وخاصة أنه عن الصحة الإنجابية والنظافة الحيدية، يعني هون فيها شيء من الحساسية. تماما كما ذكرت ضروري جدا المستوصفات والمثقفات الصحيات العاملات ضمن مديرية ضمن دائرة الصحة المدرسية،
هناك فينا نقول حملات مستمرة وندوات مستمرة وزيارات مستمرة سواء لأبنائنا الطلبة في كافة مراحلهم العمرية. فطبعا موضوع مهم وللغاية أن يكون هناك نشر لثقافة النظافة الشخصية لطلابنا وطالباتنا بكل ما تشمل هذه الكلمة. تمام. في برنامج زمني دكتورة هتون، في برنامج يعني زمني انتم بتشتغلوا عليه، بتلزموا فيه مديريات التربيه انه انتم هذا الشهر كذا، هذا الشهر كذا، او ربما يكون الحمله مده زمنيه اطول، خلينا نحكي. حدثينا عن هذا الموضوع. هلا ضمن برامجنا الروتينيه بالتثقيف الصحي طبعا في مواضيع خاصه بكل مثلا شهر بكل فتره من السنه، بس موضوع الحملات لما بيتم يعني الاعلان عن حمله بيتم التنسيق مع كافة مديريات التربية وبيكون بيتم تطبيقها بكافة المدارس بنفس الوقت. بالنسبة للصحة الإنجابية والنظافة الحيضية، نحن بالسنة الماضية تم تطبيقها بأربع محافظات اللي هن دمشق وريف دمشق وحلب وحماة، ودربنا فريق من المثقفات الصحيات من دائرة الصحة المدرسية وعملنا حملة بالمدارس لمدة 20 يوم بعد الدورات التدريبية اللي تمت. هناك من يقول ما سمعنا فيها لهي الحملة. لا كانت موجودة وكان يعني في يعني شملت كل مدارس دمشق وريف. أكيد لا نحن طبعا هاي بدها إمكانيات كتير كبيرة، فنحن بداية بالتعاون مع صندوق الأم تحت للسكان عم نعمل شيء بداية يعني ننتقي مدارس معينة، فنحن انتقينا 20 مدرسة من كل محافظة من اللي أنا ذكرتهم، وهدول هنا بيكونوا مدارس للثانويات على الأغلب فتيات يعني ثانويات اللي هي غير مختلطة، خلينا غالبا هلأ باللاذقية بدأنا الحملة حاليا هلأ تنفذ في محافظة اللاذقية، وعم يكون يعني مشمولة للمدارس المختلطة لأنه في نسبة كبيرة من المدارس مختلطة، فحاليا هي عم تشمل المدارس اللي عم تكون مختلطة. بس في بعض يعني طبعا نحن في تدريب كتير مهني للعاملات يعني للمثقفات، يعني في مواضيع بيتم الحديث عنها للجميع للطلاب وللطالبات، في بعض المواضيع لا هي مخصصة فقط للفتيات. طبعا هذا حسب الجلسات التوعوية، حيكون في 10 جلسات توعوية بكل مدرسة، وفي كمان لا جلسة خاصة للأهالي، يعني كمان بيتم بداية اجتماع أولياء أمور ومنعمل جلسة للأهالي بنشرح لهم شو المواضيع اللي نحن لها نحكي عليها، ومن هالمواضيع على سبيل المثال البلوغ، فهذا البلوغ لازم نحكي نحن للإناث وللذكور نشرح لأنه يشمل الجنسين، وفي وخاصة بالحلقة الثانية يعني بين عمر 13 ل 15 عام عم نلاحظ أنه كتير في يعني جهل ببعض المواضيع اللي ممكن تخلي هذا الطالب أو هاي البنت أنه هنن يلجأوا مثلا لوسائل تانية يسألوا عنهم، من حقهم أنه هنن يسألوا يعرفوا عن تغيرات عم تطرق عليهم هنن كشخصيا، فهون واجب المثقفة أنه تكون جاهزة بالإجابة على كافة الأسئلة. ما في مشكلة إذا كان الشخص يعرف عن حاله أكيد بعض المعلومات لازم يعرف بشكل كامل يعني كافة المعلومات وأي استفسار، فالفريق نحن دربناه بشكل كامل عن كل المواضيع، بس مو كلها حتنحكى بجلسات تثقيف، بس هن جاهزين للإجابة عن أي استفسار بيكون الـ يعني سواء من الأهالي أو من الكادر الإداري بالمدرسة أو من الطلاب والطالبات. هي جلسات التثقيف أكيد بالتشاركية والتنسيق ما هن الجهة المنفذة، خلينا نقول مديريات التربية. أكيد. خلينا نعرف من خلال ضيفينا العزيزين كيف يعني تطبيق هي الجلسات. بدرعة ما نفذنا لسه هي الحملة، في بس بحلب نفذناها. طيب بما أنه هيك معناها خلينا من جديد نرجع لحلب. أستاذ مصطفى، جلسات التثقيف كيف اشتغلتوا عليها؟ وأكيد طبعا الأستاذ منهل يعني عم يسمعنا وبعتقد أنه الدور الجاي عليه يعني رح يقوموا بتنفيذها. تماما. برنامج كما ذكرت الدكتورة هناك برنامج يأتي من الوزارة، هذا البرنامج نبدأ به مع المعلمين، فالمثقفات الصحيات ممكن يصير دورات متتالية، مدراء كان سابقا أيضا لدينا مشرفين صحيين حاليا تقريبا انتهت مهامهم مع انتهاء الحمد لله جائحة كورونا، فكان المشرفين والمثقفين الصحيين مدراء المدارس يتم ندوات متتالية
لتشمل أكبر قدر ممكن من المحافظة من مدارس المحافظة، ومن ثم المرشدين النفسيين والمثقفين ومدراء المدرسة أيضا يساهموا بنشر هذه الثقافة من خلال جولاتهم على المدارس. ففي البداية هناك برنامج دوري يتم تعميمه من الوزارة على المديريات، هذا البرنامج يتم بالتنسيق بين دائرة الصحة المدرسية ودائرة البحوث، يتم تنظيم وترتيب هذا البرنامج، دورات متتالية تكون للمثقفات الصحيات، ومن ثم ننتقل إلى المدارس لكي نشمل أكبر قدر ممكن أو تصل المعلومات إلى أكبر قدر من الطالبات أو لجميع الطالبات. تمام، يعني راح تتوجهوا للمدارس للقاعات الصفية مباشرة؟ طبعا في البداية يكون لدينا ندوات علمية مع مدراء المدارس والمثقفين الصحيين الموجودين ضمن المستوصفات. تمام، طيب هلأ المدارس غالبا هي متنوعة متعددة، يعني في منا خاصة بالذكور خاصة بالإناث، كيف راح تتعاملوا فيما ولو كانت مختلطة؟ يعني هذا الموضوع حساس، يعني كيف كنت تتعاملوا معه؟ المثقفات الصحيات الموجودين في مديرية الصحة المدرسية إضافة إلى المرشدات النفسية والاجتماعية لديهم من الخبرة والقدرة الكافية على التعامل، سواء كانت مدرسة مختلطة أو مدرسة ذكور أو إناث، كلهم وفق اختصاصه قادرات على إيصال المعلومة بكل سلاسة وبكل منطقية وواقعية. تمام، بالنسبة للعنف، يعني في أحيانا يعني بعض التعنيف للفتيات في بعض البيئات، كيف رح تتعاملوا مع هذا الأمر أيضاً؟ رح يكون ضمن يعني صحة الإنجابية، وخاصة أنه كمان نحن هون بنحكي عن أنه الزواج بوقت مبكر، يعني بتقدروا تدخلوا على هذا الخط؟ يعني تماماً، يعني هو من مواضيع الحملة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والموضوع الزواج المبكر، وموضوع يعني هاي المواضيع كلها هي من ضمن التدريب، من ضمن التدريب اللي عم يتدربوا عليه المثقفات. يعني نحن شكلنا فريق يعني على مدى يعني هلا فينا نقول شهرين كاملين دربناهم بشكل كامل، يعني هن قادرين على التعامل مع هاي المواضيع وبكل سلاسة وبدون يعني ما يتم إحراج لا الطلاب ولا الأهالي ولا الكوادر. تمام، حلو هذا الكلام. معناها خلينا نشوف الأستاذ منها العمارين مدير تربية درعا لنحكي عن هذا الموضوع ومدى حساسيته حتى أيضا بالحديث عن هدول المواضيع مع الطلاب مع التلاميذ، والتشاركية ما بين الإدارات، مع أكيد بتكون موجودة، يمكن تكون أمينة صحيح. سر صحيح. قد تكون مرشدة النفسية أو حتى المرشدة الاجتماعية مع الأهالي أيضا من جهة، لأنه البيئات هون بتختلف. جاهزين أنتوا أستاذ منهل لحتى تنفذوا هاي الجلسات التثقيفية مثل ما خلينا نقول رح توصلكم كتعميم من وزارة التربية بالتشاركية مع المجتمع الأهلي والمحلي؟ طبعا احنا جاهزين للتطبيق. ايضا هناك اضافة لعمل الصحة المدرسية هناك تشاركية مع المنظمات، ايضا مع المجتمع المحلي. طبعا في زيارات من قبل المنظمات، وقعت اتفاقيات مع وزارة التربية بهالخصوص، وعم بتمارس نشاطها ضمن مدارس محددة. طبعا أيضا المجتمع المحلي متعاون لأبعد حدود، أيضا من ضمن عمل المرشدات النفسيات بمدارسنا بيتم التوعية وبتم التهيئة لتطبيق مثل هيك عمل لاحقة. يعني أنتم جاهزين؟ جاهزين. طيب قبل ما نكمل أكيد بالأمور الصحية، وراح نتحدث أكثر عن يعني حتى خلينا نقول البيئة المدرسية الفيزيائية بالمدارس، راح نتحدث فيها مع الدكتورة هتون، وراح نشرككم أكيد بهذا المحور. خلونا نطمئن على الواقع العملية التربوية بكل من درعا وحلب. يعني الأستاذ منهل يعني أكمل من حيث انتهيت عن واقع العملية التربوية والتعليمية في مدارس درعا، هل استكملتم توزيع الكتب المدرسية؟ ربما هل استكملتم أيضا تجهيز البنية اللوجستية من يعني النوافذ مقبلين على فصل الشتاء، الأبواب، مسكات الأبواب، دورات المياه وإلى آخره؟ طبعا بالنسبة لمحافظة درعا عدد الأبنية المدرسية
957 بناء مدرسة. لداخل الخدمة حاليا 829 بناء مدرسة، منهم خارج الخدمة 128 ضرروا بسبب الأزمة اللي مرت على بلدنا. أعطينا أولويات حتى نمنع احنا الاكتظاظ بمدارسنا حسب المناطق والتوزع الجغرافي. عندنا احنا عملنا تراميم خفيفة وصيانة لأبواب ونوافذ ل 162 مدرسة. أيضا هناك تم تأهيل 3 مدارس عن طريق العقود. أيضا المجتمع المحلي بمحافظة درعا له مساهمات كبيرة جدا، تم تأهيل 6 مدارس عن طريق المجتمع المحلي. طبعا أيضا هناك مدارس عن طريق تم استلامها من المنظمات، 3 مدارس عن طريق المنظمات استلامها وترميمها كامل. طبعا الشيء هذا بيعطينا احنا دفع وتخفيف عبء عن ابنائنا الطلاب وعن كوادرنا من حيث الاكتظاظ ومن حيث المسافات اللي بيقطعها ابنائنا الطلاب. طبعا المدارس اللي دخلت للخدمه بمناطق معينه تم تامين مقاعد، جزء كبير عن طريق التربية وجزء عن طريق المجتمع المحلي اللي كان له مساهمات كبيرة جدا أيضا بتأمين المقاعد. أيضا هناك من الصعوبات اللي بنواجهنا بمحافظة درعا المناطق التي لا يوجد فيها تغذية من المعلمين أو المدرسين، نقص الكوادر. يعني تقصد حضرتك الكوادر، الكوادر عم من أمن كوادر من أقرب مناطق موجودة أو لمدارسنا. أيضا هناك مساهمة من أقرب مناطق، يعني من وين؟ طيب المجتمع الأهلي هون أيضا، يعني بنعرف عن طلاب جامعيين أحيانا بيقوموا بتدريس الساعات عن طريق ربما الوكالة الاختصاصية كما يعني هي معلوماتي. طبعا قرارات وزارة التربية كانت إيجابية جدا بتكليف الساعات الاختصاصية وتحويلها لوكالة اختصاصية، كان له دور إيجابي جدا. والقرارات اللي اتخذها السيد الوزير بعودة المفرغين إداريا للصف كان له دور إيجابي جدا برفض المدارس بالكوادر وخصوصا المواد الأساسية للعلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء، طبعا كان له دور كبير. تمام، في أعداد معينة عند حضرتك أستاذ منهل، يعني مدى الاستفادة كإحصاء خلينا نقول من هذا القرار؟ طبعا حاليا الخطوة الأولى اللي احنا تم إنهاء تكليفهم من أعمال إدارية وتحويلهم للصف، تجاوز العدد 200 مكلف بعمل إداري وعودتهم إلى الصف. طبعا بالنسبة لنا كمحافظة أحيانا احنا في ضغط أو معاناة بمناطق لا يوجد فيها مكلفين من داخل الملاك، اضطرينا لتكليف من تثبيت الوكلاء والعقود. وحاليا أيضا تأمين كوادر من مناطق قريبة على ونقلهم على نفقة المجتمع المحلي، كان مساهم المجتمع المحلي بتأمين مواصلات للوصول للمدارس اللي ما فيها تغذية من الكوادر ضمن البلد الواحد. تمام، طيب خلينا من هذا المحور ننتقل أيضا للأستاذ مصطفى عبد الغني مدير تربية حلب أيضا لنتحدث عن هذا الموضوع. هل من يعني عدد معين؟ نعم. معكم أو لديكم حول يعني مدى الاستفادة بالعدد، يعني 200 مدرس أو مدرسة، فهذا يعني بعتقد أنه رح يعمل شيء، يعني رح يعمل تغيير كتير إيجابي. شو بالنسبة لكم بحلب؟ تماما، كما ذكرتي حوالي 190 بين مدرس ومساعد مدرس من كافة الاختصاصات تم إنهاء تكليفهم بالأعمال الإدارية الموكلة إليهم وتم تحويلهم إلى العملية التعليمية. هذا من المؤكد سوف يساهم بدعم العملية التعليمية ورفع جودتها من خلال أغلب هؤلاء المدرسين لديهم خبرة طويلة وكافية، مباشرة سيتم فرزهم إلى المدارس عوضا عن الزملاء الوكلاء الذين تم الاعتماد عليهم مع انطلاق العام الدراسي. فمن المؤكد الخبرة الإضافية التي سيضيفونها إلى الصفوف ستعطي حالة إيجابية واسعة. تمام. طبعا مع انطلاق العام الدراسي لشهر ونصف تقريبا فينا نقول وصلنا إلى حالة استقرار شبه كامل ضمن محافظة حلب وريفة من ناحية تأمين البناء المدرسي بالدرجة الأولى لجميع أبنائنا الطلبة، كما تعلمين حضرتك خارجين من حرب ظالمة استمرت 10 سنوات. تمام. ومن ثم تبعها زلزال قاسي وصعب
أدى إلى خروج عدد كبير من المدارس عن الخدمة. تمكننا من خلال جهود كبيرة وتنسيق عالي سواء مع الوزارة والمنظمات الداعمة الشريكة العاملة في القطاع التربوي ومحافظة حلب وجميع مديرياتها، تمكننا من إعادة أغلب المدارس إلى الخدمة، وتمكننا من تأمين بناء بديل للمدارس التي خرجت عن الخدمة. ثم كان الكادر التدريسي والتعليمي أيضا، تم تأمين الكوادر التعليمية لكافة المدارس إما من خلال المعلمين الموجودين ضمن ملاك مديرية التربية المعلمين والمدرسين، أو من خلال نظام الوكالة التعليمية والوكالة الاختصاصية. تم تأمين كافة الشواغر الموجودة ضمن محافظة حلب. من بالنسبة للكتاب المدرسي أيضا، الكميات التي وردتنا من مديرية المطبوعات إضافة إلى الكميات الموجودة لدينا ضمن المكتبات ضمن المدارس تم توزيعها. تمكننا أيضا من تغطية كل الكتب اللازمة للطلاب سواء كما ذكرت إما كتب جديدة حسب الكميات الواردة أو كتب مدورة صالحة للاستعمال. هناك كميات قليلة كتب نوعا ما كانت متضررة، ممكن فينا نقول انه هي يعني غير صالحه بنسبه كبيره جدا، سوف يتم استبدالها من خلال الكميات او التوليدات. وتحديدا استاذ مصطفى، يعني هناك بعض يعني الكتب لا تقبل ان تكون مدوره، يعني او لن تقبل بان تكون مدوره، مثل يعني اللغات ربما اللي هي بحاجه للحل. يعني مراحل التعليميه الاولى والصف الاول والثاني وجه السيد الوزير أن تكون جميع الكتب جديدة. حتى الآن حقيقة لم نستطع تغطية كامل المحافظة. الكميات الموردة إلينا تباعا يتم استبدال الكتب علما، يعني علما أنه يعني العام الدراسي انطلق، يعني واليوم نحن يعني على أعتاب الشهر الثالث. تماما هناك تقريبا بالنسبة للصفوف الأولى تم تغطية حوالي 70-80% كتب جديدة، أما باقي الصفوف حوالي 50% كتب جديدة. كما ذكرت باقي الكتب تم توزيعها من الكتب المدورة. ريثما يتم تأمين الكتاب المدرسي. طيب بس سألت ليش هذا التأخير أستاذ مصطفى؟ يعني سألت هذا التأخير ليش؟ شو مرده؟ حسب الكتب الموجودة في مديرية المطبوعات الكتب الموردة إلى طبعا تعرفين حضرتك نحن في حصار قاسي، والمواد الأولية للكتب سواء الأحبار أو الأوراق أو التجريد مكلفة وتأمينها صعب جدا، فنحن ضروري أن نحن لابد أن نقدر هذا الحال الذي نعيشه. وأيضا أركز على موضوع هام جدا، يجب أن جميع الطلاب تنتشر ثقافة الحفاظ على الكتاب المدرسي، فالكتاب المدرسي أكيد وبالطبع هذا الأمر جدا مهم، تكلفة عالية جدا ويقدم مجانا لجميع الطلاب من الصف الأول حتى التاسع، وفي المرحلة الثانوية يقدم بسعر رمزي. تماما. أنا سألت وممكن لأهلنا الكرام أن يسألوا، حاليا نحن في سوريا الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم الكتاب المدرسي مجانا من الصف الأول كما ذكرت حتى التاسع وبأسعار رمزية. صحيح. في باقي صحيح. المراحل الدراسية. تماما. يجب أن يكون هناك من أبنائنا الطلبة وأهليهم الكرام توعية كاملة لضرورة الحفاظ على هذا الكتاب المدرسي. طيب. فكما ذكرت الكتاب الذي نوصفه بأنه غير صالح للاستعمال هو عمره سنة واحدة، عمره سنة واحدة مع أبنائنا الطلبة، يصل لمرحلة مع نهاية العام الدراسي يكون غير قابل للاستعمال في السنة التي تليها. تماما. فهذا ضروري أبنائنا الطلبة يشاركون في تحمل المسؤولية. أكيد أكيد، وبعتقد أنه نحن مجتمع ربينا على هذا الشيء، يعني كيفية الحفاظ حتى على اللباس، يعني لبسنا من الأخ الأكبر وهذا واقع نحن عم نتحدث فيه، من عم نبالغ، يعني كلنا أولاد هالبلد وهالمجتمع ونحن بنعرف هذا الشيء، يعني هي بذهنيتنا بثقافتنا أنه نحافظ على هذا الأمر. صحيح. خصوصا في المرحلة التي نعيشها هذه المرحلة القاسية. أكيد بالطبع هذا الأمر جدا مهم. طيب اسأل حضرتك سؤال جدا مهم أستاذ مصطفى، هل عادت جميع المدارس اللي كانت هي تعتبر مراكز إيواء بعد زلزال 6 شباط للعمل ولا بعد؟ بعد الزلزال 122 مدرسة تم تخصيصها كمراكز إيواء مؤقتة،
للمتضررين من الزلزال. حاليا 9 مدارس فقط، ال9 مدارس هناك خطة لإخلاءها وتسليمها إلى مديرية التربية خلال الشهرين القادمين، حتى نهاية هذا العام ستكون كل المدارس الـ9 المتبقية إن شاء الله هي مسلمة. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. هذا الأمر عامل اكتظاظ بباقي المدارس، هل من دوام نصفي بحلب؟ طبعا في محافظة حلب حتى من قبل الزلزال لدينا دوام نصفي، في محافظة حلب لدينا 100 مدرسة من أثناء الحرب تم تدميرها بشكل شبه كامل في أحياء حلب الشرقية. هذا طبعا سبب بأغلب مدارس حلب هناك لدينا دوام نصفي. المدارس اللي أيضا خرجت عن الخدمة 26 خرجت عن الخدمة نتيجة الزلزال أيضا تم تحويلهم إلى مدارس أخرى بدوام نصفي. المهم تم تأمين كل الطلاب، لا يوجد طالب خارج أسوار المدرسة ولا يوجد طالب أيضا ليس لديه مقعد مدرسي. تم استيعاب جميع الطلاب، الكثافة الطلابية ضمن الحدود المقبولة، ضمن الحدود المقبولة، لا يوجد كثافة فوق المقبول في جميع محافظة حلب. طيب ذكرت يعني عن مصطلح انه البيئة المدرسية الفيزيائية، والمطلوب منكم ك يعني الصحة المدرسية متابعتها بالمدارس، ما المقصود بهذا المصطلح؟ طبعا البيئة المدرسية الفيزيائية مقصود فيها بالنسبة لنا كصحة مدرسية المياه، خزانات المياه، الصنابير، الحمامات، المغاسل، المقاصف المدرسية أو الندوات، كل شيء موجود بالمدرسة يعني وله علاقة بالصحة هو من مسؤوليتنا كصحة مدرسية متابعته، رصد المخالفات أو النواقص أو الإصلاحات ورفع تقارير فيها ل يعني بالنسبة لكوادرنا بالمحافظات لمديرية التربية أو للدوائر المعنية اللي هي مثلا دائرة الأبنية المدرسية أو يعني مثلا جهات أخرى مثلا ممكن المحافظة، البلديات، الموارد المائية، ومحاولة معالجة هاي المشاكل اللي ممكن انه تكون موجودة. تماما يعني كلها تذليل هي اي قصة وبعتقد انه نحن مع الضيفين العزيزين حكينا بهذا الخصوص وهذا الشغل الشاغل خلينا نقول حتى من قبل بدء العام الدراسي. أكيد. تمام. بنسأل ايضا الاستاذ منهل، من جديد نحييك استاذ منهل العماري مدير تربية درعا. اهلا ومرحبا بحضرتك. بالنسبه للدوام النصفي، هل من دوام نصفي بمدارس درعا؟ هل في معاناه مع الاكتظاظ خلينا نقول بالاعداد؟ يعني يمكن بتواجهوا الاكتظاظ والكثافه العدديه بانكم تعملوا الدوام المدرسه دوامين، فخبرنا. طبعا معدل الكثافه الصفيه بيختلف من منطقه لاخرى ضمن المحافظة وخصوصا في مراكز المدن الرئيسية ضمن المحافظة. السبب هو خروج بعض الأبنية عن الخدمة. طبعا عندنا تقريبا ما يعادل 56 مدرسة دوام نصفي. طبعا احنا السبب عدم القيام ببناء أي مدرسة، أيضا خروج مباني مدرسية عن الخدمة بسبب حرب الأوضاع اللي تعرض لها البلد. طبعا احنا عم نستخدم كافة الغرف الصفية، كافة الغرف المتوفرة في المدارس لتحويلها لغرف صفية حتى نخفف احنا من الاكتظاظ. ايضا بيتم الاستعانة بغرف مسبقة الصنع ببعض المدارس حتى نخفف من عملية الاكتظاظ بالمدارس. تماما. هلا بدي اسال حضرتك سؤال، انه عودة الاداريين اللي كانوا ربما مفرغين لصالح الفروع غير المركزية، أعتقد كإدارات غير مركزية أو يمكن للصحة المدرسية مفرغين، يعني وجهة نظر قد تكون أنه يمكن يكون في ظلم للمدرسين والمعلمين، قد يكون. تمام؟ طبعاً. لكن هل بدنا نسأل حضرتك، هل من ظلم يرجعوا للقاعة الصفية؟ ولا هون خلينا نحكي انه لا، هذا خلينا نقول القرار هو معزز ببنود ويجوز بعض الاستثناءات اللي فعلا هن بحاجة لانه يكونوا مفرغين اداريا. طبعا القرار اعطى روائز ومعايير للتثقيف الصحي او اي اختصاص موجود اي تكليف بالعمل الاداري
ضمن مديريات التربية. طبعا الاستثناء كان هو المحولين وزاريا لأسباب صحية. طبعا الغير محول لأسباب صحية كان قرار صعب انه احنا نستفيد منه بالقاعات الصفية، نسد الشواغل ونأمن القاعة الصفية بمعلم يعطي معلومات افضل من انه يكون اداري. تمام، يعني ما في ظلم ل بهكذا قرار توقع والمصلحة العامة اللي بتقتضيها انه نحن نتوجه للقاعات الصفية بانه تكون معززة بوجود الاستاذ والمدرس الاختصاصي هو الهدف وهو المبتغى من هكذا قرار. طبعا نقص الكوادر بالظروف اللي احنا موجودين فيها، القرار بيعزز عودة المفرغين لأعمال إدارية إلى الصف لسد هذه الشواغل التي وجدت في مدارسنا. تماما. طيب بدي انتقل للأستاذ مصطفى عبد الغني مدير تربية حلب. لنتحدث عن يعني قرار تحديد مركز العمل، ربما أيضا يعني يساهم بأنه يكون في بعض القاعات الصفية خالية من المدرسين الاختصاصيين. تمام، كيف ذللتوا هذا الأمر يعني أستاذ مصطفى؟ كيف تعاملتوا مع هذا الموضوع؟ تمام، وصولا إلى القرار اللي يعني الأخير اللي صدر من وزير التربية بعودة طبعاً يعني الإداريين غير المكلفين لأسباب صحية أو المفرغين لأسباب صحية بالعودة إلى القاعات الصفية. تماماً، طبعاً الظلم الأكبر يكون عندما يأتي طالب إلى المدرسة ولا يجد مدرس يقوم بإعطاء الدرس، فهذا واجب حقيقة إنساني ووطني علينا أن تأمين الكوادر التدريسية لجميع أبنائنا الطلبة أينما وجدوا. فلذلك لا أرى أي نوع من أنواع الظلم عندما يكون إداري في مدرسة، وحاليا ممكن أن إداري واحد أن يغطي عملين، من الممكن أن يقوم أمين المكتبة بعمل أمين المخبر، هذا شيء ممكن تنفيذه، ولكن صف بدون مدرس لا, 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 لا يمكن أن تنجح حتى المدرسة بشكل كامل، وخاصة في مرحلة التعليم الإعدادي وخاصة في الثانوي أيضا. فطالب في المرحلة الثانوية يحتاج لأن يكون هناك كادر متكامل، غياب أحد المدرسين سوف يؤدي إلى فقدانه للنجاح أو للتفوق. تمام. فالقرار كان بمكانه الصحيح، زملائنا المدرسين الذين كلفوا بأعمال إدارية ويمكن حاليا الاستعاضة عنهم بآخرين كون اختصاصهم نادر ونحن بحاجة لاختصاصهم، يجب أن يعودوا لي يشاركونا أيضا بدعم وتعزيز العملية التعليمية. طيب في بند من لجهة العمر يعني العمر طبعاً الزمني خلينا نقول كل من تجاوز سن 55 كل من تجاوز سن 55 يبقى في عمله الإداري، وكل من هو محال صحيا من خلال اللجنة المركزية في دمشق إلى عمل إداري أيضا يبقى في عمله الإداري. أما ما تبقى من زملائنا المدرسين اللي كانوا مكلفين بأعمال إدارية واختصاصاتهم كما ذكرت، حاليا نحن بحاجة كبيرة لاختصاصاتهم ونحن بحاجة كبيرة لهم لدعم العملية التعليمية وليقوموا باستلام الصفوف عوضا عن الذين تم تكليفهم بنظام الوكالة ولا يملكون الخبرة الكافية. يعني في بند لعمر المعلم وليس عمر المهنة أو عمره بالمهنة. تماما، عمر الخدمة أو زمن الخدمة على العمر. تماما، عمر كان من تجاوز سن 55 أو من هو محال صحيا إلى عمل إداري يستثنى من القرار، وما تبقى تم عودتهم وتم خلال هل تم طبعا إعفائهم من العمل الإداري وطلب منهم مراجعة الدوائر المختصة لتحديد المركز العمل الذين يرغبون إليه. أيضا سوف يتم مراعاة السكن ويتم تكليفهم بأعمال تعليمية بقريب من مكان سكنهم. تمام. طيب بالعودة لحضرتك دكتورة هتون الطواشي مدير الصحة المدرسية بوزارة التربية، الحديث عن أيضا الجولات الاطلاعية المفاجئة اللي شدد عليها سيد وزير التربية الأستاذ الدكتور محمد عامر المارديني، حالكم حال مدراء التربية يعني بكل المحافظات، حدثينا عن هذا الموضوع عم تقوموا فيها، في نتائج إيجابية منها، ما المقصود بالجولات يعني الميدانية المفاجئة؟ يعني هو رصد الواقع. تمام. بمصداقية يعني بصراحة، وأنا خلال يعني كانت بجولتين بالمحافظة اللاذقية ومحافظة حلب، وقمت بجولات مفاجئة وكان
الأستاذ مصطفى مشكور يعني موجود معي بالجولات، وكانت بالفعل مفاجأة يعني بدون ما يعني يكون إبلاغ المدرسة إنه في جولة، وقدرنا نرصد الواقع يعني بكل شفافية ومعالجته طبعا من قبل مديرية التربية، وحتى بمحافظة اللاذقية كمان تم رصد واقع. طبعا أنا بالنسبة لي كصحة مدرسية برصد أولا موضوع المياه، موضوع الخزانات وتعقيمها، موضوع استلام مواد التعقيم مثلا الكلور كيف عم يستلم، جولات الصحة المدرسية على المدرسة قديش هي فعالة، قديش عم يقوموا بتثقيف صحي، بنرصد كمان المقاصف والندوات المدرسية قديش متوافقة مع الشروط مخالفة للشروط، وبنرصد الواقع وبنرفع لمدراء التربية يعني الواقع يعني من ضمن سلطتكم انتم كصحة مدرسية تفوتوا على المدرسة، على صحيح. الحمامات، دورات صحيح. المياه، على المقاصف المدرسية طبعا انكم تلاحظوا وتكتبوا ونرفع مشاهداتكم لمدير التربية تمام. الواقع، وبيعمل مدراء التربية على معالجتها بشكل يعني ضمن الإمكانيات. يعني من ضمن ملاحظاتنا مثلا بالجولات المفاجئة أنه لاحظنا أنه في نقص بصنابير المياه أو بعضها مكسر مثلا، أو مثلا المدير ممكن أنه يفك أكثر من يعني يخلي بس صنبور واحد مشان لأنه عم يتكسر بشكل متكرر، فحاولنا أنه نعالج هاي المشاكل. موضوع تعقيم الخزانات كمان تأكدنا منه، يعني على الأغلب معظم المدارس كان في تعقيم للخزانات، بس في مشكلة المياه يعني إنه ما عم يقدروا يأمنوا مياه. كمان تم التوجيه للتعاون مع البلديات لتعبئة المياه بالصهاريج وتأمين حبوب كلور من الموارد المائية يعني لتعقيم الخزان. عندكم صلاحية، في عندكم صلاحية أنكم تتحدثوا مع أو تشبكوا مع وزارات ربما، مع مؤسسات، طبعا في صلاحيات، والأغلب متعاونين يعني دائما نحن بيكون في تعاون لأنه الهدف هو مصلحة الطلاب بالنهاية، وفي مواضيع كتير هامة أنه يكون في تشاركية مع الجهات الأخرى. على سبيل المثال باع الجوالين الموجودين قرب المدارس، إذا لاحظنا أنه في يعني باع جوالين وعم يبيعوا بعض الأطعمة، وأحيانا ليس الأطعمة، أحيانا ممكن يكون في بيع لأمور مثلا دخان على سبيل المثال، صحيح. ففورا بيتم يعني التواصل مع المحافظة وإعلامه بالموضوع، وبالفعل متعاونين بيتم مباشرة التعامل مع هيك مخالفات وحلها بشكل دائم. تمام. نسأل مدراء التربية عن مدى التشبيك مع دوائر الصحة المدرسية في كل مديريات التربية، فيما ولو كان هذا التشبيك خلينا نقول كامل وتام، وتواصل واتصال ساعي لا بل لحظي دعينا نقول ونوصف، قديش بيكون في نتائج مثمرة على أرض الواقع أستاذ منهل؟ طبعا بالنسبة لذات الصحة المدرسية بأعمالها المختلفة، هناك تشبيك مع مديرية الصحة العامة في محافظة درعا، وأيضا هناك توجيهات من السيد المحافظ للعمل ضمن فريق واحد بالدوائر كاملة. ما تحتاجه مديرية التربية يعتبر أولويات لدى الدوائر كافة في محافظة درعا. ذات الصحة المدرسية خلال الفترة الماضية قامت بالتشبيك مع مديرية الصحة بدرعا لاطلاع على واقع ميداني ضمن منطقة معينة، كان تشاركية كبيرة بالعمل بين مديرية الصحة وبين دائرة الصحة المدرسية لإيجاد الحلول والمعالجة ضمن المنطقة اللي تعرضت لضرر أو بدنا نقول تلوث ناتج عن مياه الشرب، كان في مساهمة كبيرة وتشبيك مع مديرية الصحة العامة. حلو هذا بالفعل. هذا كان في انتشار لبعض حالات التهاب الكبد بأحد مناطق درعا، وصار في فريق مشترك بين مديرية الصحة ودائرة الصحة المدرسية وحتى الموارد المائية، وبالواقع يعني كان عمل رائع يعني يشكروا عليه على أنه تم حصر الإصابات والحد منها. وآخر تقرير كان يوم الخميس الماضي أنه نزلت يعني مع تقريباً
كل الحالات شافية وباقي بعض الحالات المعالجة ويعني انتهاء كامل للانتشار اللي صار بحالات التهاب كوباء يعني يعتبر ما له وباء هو بمحدود يعني هو سببه تلوث مياه الشرب بسبب بعض الاضرار بالانابيب يعني اللي كانت التفشي ربما وسرعة العدوى يعني بس كان موضع ببعض المدارس وما انتشر لباقي تم السيطرة عليه من خلال الفرق اللي نزلت مباشرة وعقمت الخزانات وعملت توعية وعملت تسقيف سواء من مديرية الصحة أو من دائرة الصحة المدرسية. يعني وقت اللي عم نحكي عن الصحة يعني في مقولة وجدا مهمة، درهم وقاية خير من قنطار علاج، وهذا دوركم يعني إن كان الصحة المدرسية وإن كان دوركم كمدراء تربية ضيوفنا الأكارم. خلينا نحكي عن الصحة يعني خلينا نقول اللي بتسبق، يعني خلينا نقول هي الوقاية، الصحة الوقائية. شو عندكم أنتو شغل، كيف الآلية اللي أنتو بتشتغلوا عليها؟ إن كان من خلال ربما جولات على يعني معلش خلينا نحكي نكون كتير صريحين، منخاف نحن من تفشي جرب لا سمح الله قمل أو أي من هدول، أو حتى يمكن يعني يكون مثل ما ذكرتي حضرتك يعني الفيروس التهاب الكبد يمكن هو يمكن يكون. فشو بتشتغلوا أستاذ منهل بهذا الخصوص كصحة وقائية؟ طبعا معظم مدارس محافظة درعا بالنسبة لتلاميذنا إن كان طلاب حلقة أولى أو حلقة ثانية أو ثانوي بادرة رائعة جدا من قبل تنبيه بالنسبة لمدراءنا التوجيه لهم إنه كل طالب من أو تلميذ بيصطحب عبوة الماء الخاصة فيه، أيضا صابونة خاصة فيه وأيضا بشكير خاص فيه. طبعا الشيء هذا انشغل عليه كثير بمدارسنا حتى احنا نتلافى اي وكثير اصابه، وكثير مطبق وكثير منتشر بين اولادنا. صح بين صح. تمام طبعا حتى نتلافى اي عدوى مباشره احنا لما بنتبلغ باي حاله بمدارس، طبعا فريق الصحه المدرسي متواجد على مدار الساعه ليقوم بجولاته باستقصاء اي حالة مرضية أو حالة وبائية ضمن المدارس. أيضا هناك رقابة على البوفيهات بالمدارس من قبل الصحة المدرسية ودائرة الرقابة ضمن مديرية التربية. هي إجراءات وقائية احنا بنتخذها كمديرية التربية للحد من أي إصابات أو أي ضرر صحي يلحق بتلاميذنا أو طلابنا. تماما. ماذا عن مدارس حلب أيضا أستاذ مصطفى؟ هل تسمعني؟ يبدو انه في مشكله بالتواصل عبر سكايب. نعم زميلتي، اكيد الوقايه كما ذكرتي خير من قنطار علاج، وهناك اجراءات عديده وتقوم بها مديريه التربيه، ويحتاج هذا الامر تنسيق عالي ابتداء من معلم الصف وانتهاء بمدير التربيه. فمعلم الصف ايضا يجب متابعه يوميه لحاله الطلاب ومتابعه وتفقد وضعهم الصحي والإبلاغ عن أي حالة مرضية يشاهدها إلى أقرب ليتم نقله إلى أقرب مستوصف أو الاتصال بأقرب مستوصف لمتابعة الحالات الصحية الموجودة، مدير المدرسة مع المشرف الجاهزية الموجود ضمن المدرسة، مع الموجه الإداري، مع الموجه الاختصاصي، الموجه المفرد من مدير التربية. يجب أن يكون هناك متابعة يومية ولحظية لجميع المرافق العامة الموجودة في المدرسة لتكون نظيفة بشكل كامل والاهتمام بنظافتها بشكل كامل وتأمين مستلزمات النظافة للمدرسة. طيب بتقوموا بحملات تحري مثلا يعني على سبيل المثال تحري عن ذبابة الرمل أو المعروفة بالشمانيا؟ يعني وهي يمكن ليه عم بسأل حضرتك بشرة. يعني ما سألت الأستاذ منهل لأنه معروفة بحبة حلب يعني ربما لوجودها أو ربما أكيد بباقي المحافظات لكن تتركز ربما ما بعرف يمكن بيئة معينة نوعا ما تتركز في محافظة حلب. لذلك يجب أن يكون هناك وهذا ما هو واقع حاليا متابعة يومية وحثيثة سواء من وتنسيق عالي ولحظي كما قلتي بين دائرة الصحة المدرسية ومديرية الصحة وأيضا المديريات الخدمية الموجودة في محافظة حلب. هناك أيضا توجيه من محافظة حلب بمثل السيد المحافظ ورئيس مجلس المحافظة لجميع القطاعات الخدمية
التواصل والتعاون الدائم مع المدارس وتأمين كل ما يلزم لهم من إذالة الأوساخ، سواء إذا كان في حال وجودها أمام المدرسة أو من تأمين المياه في حال انقطاعها، وأيضا متابعة الحالات الصحية من خلال مديرية الصحة. فالموضوع كما ذكرت يحتاج لمتابعة وتنسيق، وهذا يتم بدرجة كبيرة جدا، حتى الواقع الموجود لدينا نكاد نقول أنها قليلة جدا، موضوع حبة حلب قليل جدا إذا لم يكن نادر حاليا. فهذا دليل متابعة سواء من دائرة الصحة، المراكز الصحية، مديرية الصحة، النظافة، مديرية النظافة، الكل معني في الموضوع، والكل يجب أن يقوم بواجبه حتى نتمكن من تأمين البيئة المدرسية النظيفة والصحية لأبنائنا. تمام، يعني تعرفنا من حضراتكم ضيوفنا الأكارم حول يعني هذا العام، خلينا نقول البروتوكول الصحي المعمول فيه من قبل وزارة التربية المطبق والمنفذ بكل مديريات التربية بكل محافظات سوريا. يعني مدرستي تهتم بنظافتي، ربما هو العنوان أو شعار هذا، بصحتي، يعني مدرستي تهتم بصحتي. المدرسة هي معروفة البيت الثاني، بدنا نحكي عن البيت الأول هو الأهل. يعني آلية عم تعتمدوها من خلال حملات، من خلال جلسات، من خلال ورشات عمل تثقيفية للكوادر، من الكوادر للطلاب للتلاميذ، جولات اطلاعية مفاجئة وغير مفاجئة، تحضيرات ندوات مثل ما تحدثوا عنا مدراء التربية. خلينا يعني نعرف منهم عن دور المجتمع الأهلي، وهن الأهل خلينا نقول، وقت اللي صار مثلا عندكم بدرعة هذا الأمر، يعني أنه التهاب الكبد، شو كان دور المجتمع؟ منهم ننطلق لدور المجتمع بأنه فعلا يحقق هذا الشعار على أكمل وجه ويساعد ويكون الرديف الأساسي لعمل المدرسة. طبعا كان في هناك لقاءات مع المجتمع المحلي وأولياء الأمور بما يخص الوضع الصحي، الحالة الطارئة اللي حدثت. أيضا هناك لدى مدارس محافظة درعا ومعظم معلمين ومدرسين محافظة درعا هناك مجموعات تواصل لاستفادة من مجموعات التواصل الاجتماعي عبر مجموعات لأولياء أمور التلاميذ لمناقشة أي وضع طارئ ضمن المدارس. كان تفاعل المجتمع المحلي تفاعل إيجابي، وكان له دور كبير بتأمين بيئة صحية جيدة بالنسبة لأبناء الطلاب. حلو كتير. أستاذ مصطفى، دور الأهل كتير مهم، ما هيك؟ طبعا إذا ذكرت في بداية حديثي، إذا لم يكن هناك تعاون وتنسيق دائم بين الأهل والمدرسة لن نصل إلى البيئة المدرسية السليمة. فهناك وسائل عديدة من الممكن مشاركة الأهل ومحاورة الأهل ونقل ثقافة الوقاية الصحية لديهم، كما ذكر زميلنا في محافظة درعا، من خلال الاجتماع الدوري مع أولياء الأمور، من خلال أو من خلال إشراكهم بنشاطات، يعني بعطل ربما، أو أيضا الفعاليات والمسرحيات، مشاركة الأهل بها والاستئناس برأيهم ومحاورتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء الدعم النفسي أو حتى ما يلزم لأبنائهم الطلبة. وإضافة لذلك لدينا كما ذكرت اجتماعات مستمرة دورية شهرية مع أولياء الأمور للمحاورة بشكل دائم. وأيضا تم في محافظة حلب إطلاق ما يسمى لجنة أصدقاء المدرسة، بحيث اجتماع دوري هذه اللجنة، عضو فيها مدير المدرسة ورئيس القطاع من البلدية والمختار ولجان الحي مع الموجه التربوي، يجتمعون دوريا ويناقشون كل ما يلزم لتأمين أكرر البيئة المدرسية الصحية والسليمة. تمام، يعني التوجه للمجتمع أيضا، وكنا يمكن حكينا مع حضرتك عن التشبيك حتى يعني بالجوامع، بالكنائس، بالعظة يوم الأحد أو خطبة يوم الجمعة. جميل أنه يعني نحن جزء من نتوجه للمجتمع بمختلف شرائح ونتوجه للناس. أكيد، هلا جزء من الحملة اللي نحن قمنا فيها واللي عم نقوم فيها بالمستقبل هو الجزء الإعلامي اللي ما حكينا عليه، اللي هي دائرة الإعلام بوزارة التربية اللي كانت رديفة
الصحة المدرسية للعمل ونشر مجموعة من البوسترات التوعوية والرسائل الصحية الهامة سواء على صفحة الوزارة أو على المكاتب الصحفية بكافة مديريات التربية أو على صفحتنا نحن صفحة الصحة المدرسية. فهذا الشيء عم يؤدي إلى أنه ونحن كمان صار يعني يتواصل معنا بعض الأهالي وممكن يطرحوا مشاكلهم، يعني حركنا عندهم هذا الشيء، والتعاون كمان اللي عم يصير من قبل الجهات المختلفة. هلا نحن كمان كوزارة التربية بنهدف انه نحن نبعث رسالة من الطالب الى الاهل، هاي الجانب كمان المهم بالتثقيف الصحي. يعني الطفل هو بيحمل رسالة خاصة بالحلقة الاولى، يعني بهاي المرحلة العمرية، يعني هو بيروح على البيت بيصير بقى بيسمع من معلمته كثير بيقول انه المعلمة قالت لي انه لازم غسل ايدي، انتم ما غسلتوا ايديكم، يعني بيصير بيعطي توجيهاته هو للاهل، ويمكن الاهل بيكون من مسياتهم هذا الموضوع فبيحفز عندهم. فنحن كمان هذا من ضمن شغلنا، يعني انه نبعث رسالة صحية من خلال هالطفل هذا الصغير اللي هو من عمر 6 لا هو يعني يمكن رح يسمع من المدرسة كما ولو انه ما سمع من الاهل صحيح من قبل، صحيح بس رح يكون اكثر ويلتزم بها، وكمان بيدعي كل افراد اسرته انه يلتزموا فيها، فهذا الشيء كثير يعني أكيد. مهم. تمام، شكرا جزيلا لكم ضيوفنا الكرام، استاذ منها العمارين مدير تربية درعا، كنت ضيف عزيز وكريم معنا عبر اتصال هاتفي، شكرا جزيلا لحضرتك. كل الشكر والمحبة ألف لضيفتك الدكتورة هتون. أيضا يعني الشكر موصول للأستاذ مصطفى عبد الغني مدير تربية حلب، وكان معنا ضيف عزيز وكريم عبر سكايب. شكر لكم جزيلا للجميع، شكرا لكم. والشكر موصول لحضرتك ضيفتنا بالاستوديو الدكتوره هتون الطواشي مدير الصحه المدرسيه في وزاره التربيه. الله يسلمك، شكرا لك وشكرا للاستاذ مصطفى واستاذ منهل وكل مدراء التربيه على الجهود الكبيره اللي عم يقوموا فيها، شكرا لكم. والشكر الاجمل والموصول بالطبع لكم مشاهدينا عبر التربويه السوريه، من الاكون على خير اذا الله راد الاسبوع المقبل بحلقه جديده من برنامجكم التربوي النقابي لنتشارك معا.